ايه ازيك دلوقتي يا سلمى؟ انا فين سمر؟ الباقية في حياتك. ايه الله يرحمها، اهي برضو لقيت ولاد الحلال اللي دفنوها وعملوا لها معزه. اصلها يا روحي ملهاش حد، اخويا شفيق الله يستره هو اللي قام بالواجب. اخوكي ده هو اللي موتها. عيب يا حبيبتي ما تقوليش كده، انا شفت كل حاجه بعناية ودمها مش ممكن يروح هدر. كلنا هنموت ومفيش داعي انك انت تزعلي اخويا منك. لو سكت هيموتنا كلنا. انا هبلغ البوليس، هقول لهم على كل حاجه، هاخد بطارها وطارنا كلنا، لازم يحكموا عليه بالاعدام. سلمى انا قررت انك ترجعي لاهلك، جهزي نفسك عشان تمشي، بس حكمي ضميرك في كل اللي انت عايزه تعمليه. كويس كده اهي جت على دماغك، اتفضلي بقى حضرتك لمي هدومك. اوكي، عايزكم توصلوها لغايه اهلها، مفهوم؟ مفهوم. نسمعني كل خير يا سلمى، مع السلامه. يا خبر اسود، في ناس في الدنيا بالشكل ده؟ مش مصدقني، هي دي الحقيقة. كل كلمة قلتها لك حصل. لو كنت أعرف قبل ما يجوا كنت فشفشتهم، كنت فرخت فيهم الرصاص. سلمى، أنت لازم تيجي معايا اسم البوليس. لا، أرجوك، أنا ما صدقت إني بعدت عنه. صدقيني، هيفضلوا وراكي، لازم تيجي معايا. بلاش. سلمى لازم تساعديني، كل ده لمصلحتك. أنا خايفة. طول ما أنا جنبك محدش هيقدر يلمسك. صدقيني. يلا بينا. سلامتك. مالها؟ دم. شيل معايا. ايه يا دكتور؟ استجوابها دلوقتي مستحيل. رصاصه جت جنب القلب تمام. انا كنت موجود وقت الحادث، وزي ما قلت لحضرتك اللي ضربها الاتنين اللي هجموها في العوامه. انت واثق من كلامك؟ ايوه، قالت انهم من رجاله واحد اسمه شفيق فخري صاحب المكتب العصري للخدمات السياحيه. افتح المحضر ودون اقواله. اتفضلوا. سين، اسمك وسنك. ادهم امين. تسمح؟ أنا ماليش أي علاقة بالحادث. الشهود اللي كنت معاهم وقت ما انضربت موجودين. ما هو مش أنت اللي ضربتها، أنت بعت اتنين رجالة وراها. هي قالت كده؟ قالت الأستاذ أدهم شاهد إثبات الواقعة. خليها تقول قدامي. حالتها سيئة ومش ممكن تتكلم. خلاص، أنا أرفض هذا الاتهام. لما حالتها تسمح بالكلام اسألوه. هل لديك أقوال أخرى؟ لا. طب اتفضل يا مدينة. ممكن تتكلم دلوقتي؟ ايوه، وانا هبلغ الاداره.
سلمى. خلاص عمري انتهى. ما تقوليش كده، انت كويسة وانا كمان اتصلت بوالدك ووالدتك وزمانهم جايين. لا ارجوك ما تفتحنيش. بس المجرم لازم ياخد جزاؤه. سيبني سيبني اموت نجيفة، اوحدني ارجوك. سلمى. سلمى حبيبتي رجع على ماما حبيبتي. سلمى مالك يا سلمى؟ الباقي في حالكم. اوضه 15.